لو انا عندي اضطراب مناعي اكل ايه واشرب ايه؟ سؤال بيجي لي كتير وسؤال طبيعي ان هو يدور في ذهن اي شخص تم تشخيصه باي نوع من الاضطرابات المناعيه. الحقيقه ان السؤال ده ملوش اجابه واحده ممكن تنفع لكل الناس، لكن ده لما نكون بنتكلم بشكل تفصيلي. لكن في انواع من الاكل فعلا ممكن تفيد كل محاربين الاضطرابات المناعيه بشكل كبير جدا. في انواع كتير من الاكل بتحتوي على مركبات مفيده جدا اسمها البوليفينولز. دي مركبات مفيده جدا لكل انواع الاضطرابات المناعيه. تعالوا نشوف بقى ايه هي البوليفينولز دي، ايه اللي بيخليها مفيده، موجوده في ايه في الاكل، موجوده في ايه من الاعشاب والنباتات الطبيه، وازاي نقدر نستفيد منها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه والبين. البوليفينولز هي عباره عن مركبات كيميائية نباتية موجودة في عدد كبير من الأطعمة النباتية اللي احنا عارفينها أصلا وبناخدها. اللي بيخلي البوليفينولز مفيدة جدا هو إن هي عندها خصائص قوية مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب، ومعدلة للمناعة، اللي هم أهم المشاكل اللي بتسببها الاضطرابات المناعية. الاضطراب المناعي ما هو إلا تغير في وظيفة جهاز المناعة. بدل ما كان الجهاز المناعي بيتعرف على الفيروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة وبيقتلها، حصل اضطراب أو تغير في وظيفته وبقى بيهاجم أنسجة الجسم. النشاط الغير طبيعي ده بينتج عنه التهاب مستمر، ما يتسبب في زيادة عمليات الأكسدة عن المعدل الطبيعي بكتير. فالبوليفينولز بتشتغل على الثلاث حاجات دول، وظيفة المناعة، الأكسدة، والالتهاب. البوليفينولز ليها أكتر من 8000 نوع كلهم مفيدين، منهم 4000 نوع بينتموا لحاجة اسمها الفلافونويدز. الفلافونويدز دي منها مواد مهمة جدا جدا زي الكرستين والأنتوسيانين. طيب كل المواد اللي أسمائها غريبة دي موجودة فين في الأكل بقى عشان ناخدها؟ أولا معظم أنواع التوابل غنية بالبوليفينولز، زي مثلا القرنفل. القرنفل متصدر قائمة الأطعمة الغنية بالبوليفينولز بسبب محتواه العالي جدا منها. فهندخل القرنفل كل يوم في أكلنا هيفرق معانا جدا في محاربة الالتهابات وتحسين المناعة. عندنا كمان مركبات الكابسيسين اللي موجودة في كل أنواع الفلفل الحار وخصوصا فلفل الكاين. فلفل الكاين بيحتوي على كميات كبيرة جدا من الكابسيسين. لو عايزين تعرفوا معلومات أكتر عن فلفل الكاين هتلاقوا الحلقة موجودة على القناة ممكن ترجعوا لها. عندنا كمان الكمون، خاصة نوع من الكمون اسمه الكمون النجمي، الجنزبيل، القرفة، كل دي حاجات غنية جدا بالبوليفينولز فيما يخص التوابل. في كمان أنواع كتير من الخضروات بتحتوي على نسب عالية جدا من البوليفينولز. مبدئيا كل الحاجات اللي لونها أخضر غامق، الكيل، الجرجير، الأسبرجوس مثلا، البروكلي، وعلى رأسهم الخرشوف. أنا مش عارفة هو في كل بلد اسمه إيه، بس هو غني جدا جدا بالبوليفينولز. طبعا كمان الثوم والبصل. البصل تقريبا من اكتر الحاجات، اكتر نوع اكل غني بالكرستين. قلنا ان الكرستين ده نوع من الفلافونويدز اللي هي بتقلل عمليات الاكسده وبتحارب الجذور الحره بشكل قوي جدا. عندنا كمان الزيتون، غني جدا جدا بالبوليفينولز. الزيتون بقى وزيت الزيتون واوراق الزيتون، كل حاجه في الزيتون يا جماعه مفيده، بس زيت الزيتون لازم يكون عالي الجوده ونتاكد ان هو ما تعرضش للاكسده. هنتكلم في الموضوع ده قريب ان شاء الله، وهنشوف مع بعض ازاي نختار نوع زيت الزيتون. من بين كل الفواكه اكتر نوع فاكهه غني بالفلافونويدز هي عيله البيرز، البلو بيري، البلاك بيري، الراسبيري، الفراوله كمان تعتبر من عائله التوتيات. ايه الافضل فيهم؟ طبعا التوت الازرق البلو بيري، لان هو غني جدا بمركبات الانثوسيانين اللي هي بتديله لونه الازرق. دي من اقوى المركبات المضاده للاكسده على الاطلاق، مفيده بشكل خاص جدا لمرضى الام اس. ولو انا هنصح اي شخص مصاب باي اضطراب مناعي بنوع واحد بس من الفواكه هيكون هو البلو بيري. رغم ان احنا دايما في بدايه رحله التعافي بنحاول نتجنب كل انواع السكر حتى من الفاكهه، لكن التوت الازرق مفيد جدا، وحتى كمان محتواه من السكر يعتبر قليل مقارنه ببقيه الفواكه. بالنسبه للمشروبات، الشاي، الشاي الاحمر والاخضر، شاي الماتشا من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نشربها. الشاي غني جدا باحد انواع البوليفينولز اللي هي مركبات الاي جي سي جي. دي من اقوى المركبات المضاده للاكسده اللي بتحارب الجذور الحره والالتهابات. المركبات دي بتكون موجوده بتركيزات محترمه جدا في الشاي الاخضر وشاي الماتشا بالتحديد، وموجوده كمان في الشاي الاحمر. ولكن مش معنى كلامي ده ان احنا نشرب 9 شاي في اليوم. الرقم ده حقيقي وفي ناس بتقولهولي، انا باخد 8 و9 شاي وقهوه. ممنوع يا جماعه الافراط في الكافيين، لان ده هيزود الالتهاب ومش هيساعدنا خالص. الشاي مره لمرتين كتير جدا في اليوم لو احنا ما بناخدش اي نوع كافيين تاني، ولازم ننتبه لجوده نوع الشاي اللي احنا بنستخدمه. يفضل طبعا ان هو يكون نوع شاي اورجانيك، لان الشاي من اكتر المحاصيل اللي بتترش كيماويات ومبيدات، وفي الحاله دي مش هيكون مفيد. لو انا ما بحبش الشاي او الكافيين خالص
ممكن اخد مستخلصات الاي جي سي جي، الماده الفعاله اللي احنا بنتكلم عنها، من المكملات الغذائيه. الشاي الاخضر يا جماعه مفيد بشكل خاص، او ماده الاي جي سي جي عموما، لحالات شوجرن، حالات الام اس، وحالات الذئبه. نيجي بقى للتريتس، عايزين حاجه لطيفه كده وطعمها حلو بعد الاكل اللي ملوش طعم كله اللي انت عماله تقولي عليه ده. الشوكولاته والكاكاو دول كمان من اكتر الحاجات الغنيه بالبوليفينولز. المشكله ان طعم الشوكولاته والكاكاو الحقيقي محدش بيحبه لان هو مر جدا، وعشان ناخد شوكولاته هنروح ناخدها مضاف عليها سكر ودهون مهدرجه وبلاوي، فده طبعا ممنوع. ممكن ناخد كاكاو خام، ابعد عن الاضافات الضاره، اخد دارك شوكليت او شوكولاته غامقه، اتاكد ان هي مش مضاف ليها سكر، ولو مضاف ليها محليات لازم تكون محليات امنه. اللي مش عارف ايه هي المحليات الامنه، موجودة في حلقة بدائل الصحية للسكر أو أفضل بدائل للسكر، موجودة على القناة، ممكن ترجعوا لها. الحاجات اللي احنا قلناها دي من أفضل وأهم الأطعمة النباتية المفيدة جدا اللي تركيزنا عليها هيفرق معانا. نتكلم شوية بقى عن الأعشاب والنباتات الطبية الغنية بالبوليفينولز واللي ممكن تفيد، ونشوف الدراسات قالت عنها إيه. أول عشبة أو نبتة هنتكلم عنها هي الجينكا بيلوبا. والله الجينكا بيلوبا دي من كتر ما أنا اتكلمت عنها عايزة أقول للناس كلها خدوا جينكا يا جماعه، خدوها وما ترجعوش ورايا. جينكا بيلوبا من النباتات الغنيه جدا 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 بالبوليفينولز، بس المفاجاه بقى ان هي بتساعد مين اكتر ناس؟ بتساعد حالات البهاء. شرحنا قبل كده كمان ان هي مفيده جدا لحالات الروماتويد والام اس، بس البهاء بالتحديد. دراسات اثبتت ان هي بتقدر تقلل حجم البهاء وانتشاره. دراسات كمان اتعملت يعني على مجموعات اخدت تركيزات بسيطه جدا من الجينكا. انا بقترح لو احنا هناخدها لغرض علاجي ممكن الجرعه توصل لحد 240 ملي جرام، انصح بيها جدا جدا لمرضى البهاء. لو اشترينا المستخلصات من المكملات الغذائيه طبعا ده هيكون افضل، هسيب لكم لينكات افضل الانواع في صندوق الوصف. لو احنا مش قادرين نشتري المستخلصات او مش متوفره، الجينكا معروفه جدا في محلات العطاره، بس محدش يبعت يقول لي مش موجوده او العطارين مش عارفينها. انا مش هقول انها موجوده الا لو انا متاكده ان هي موجوده، لان انا بشوفها بنفسي في محلات العطاره، بس هتلاقي العطار اللي انت بتجيب منه هو مش عارفها. روحوا يا جماعه محلات العطاره الكبيره فيها كل حاجه وعارفين الجينكا كويس جدا. تاني حاجه الكركمين، نبته الكركمين دي حاجه كده ساحره، مش ممكن حد ياخد الكركمين وما يستفيدش منه، مستحيل. في حلقه كامله عن الكركمين اتكلمنا فيها كده عنه بالتفصيل، لو عايزين تعرفوا عنه معلومات اكتر حلقه موجوده على القناه. الكركمين طبعا مفيد في حالات الروماتويد، انا شخصيا الكركمين كان جزء مهم جدا من برنامج علاجي من الروماتويد، ومفيد اكتر في حالات امراض الامعاء الالتهابيه خاصه القولون التقرحي. الدراسه اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف دي بتقول ان المجموعه اللي اتعمل عليها الدراسه من مرضى القولون التقرحي تم اعطائهم 3 جرام من الكركمين يوميا لمده شهر. في الأسبوع الرابع تم السيطرة على نشاط المرض عند 52% من المرضى اللي اتعملت عليهم الدراسة، فللدرجة دي هو فعال. رقم 3 نبتة الأشواجندا، الدراسات اتأكدت إن هي مفيدة لكل حالات الاضطرابات المناعية، كل حالات الالتهابات والسرطانات. الأشواجندا كمان موجودة في العطارة والمستخلصات موجودة في المكملات الغذائية. أي حد بيشوفني دلوقتي هو بيشتكي من واحد من الاضطرابات المناعية، ركزوا على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، هتلاقوا تحسن ملحوظ جداً مع الاستمرارية والبعد طبعا عن الممنوعات والحاجات اللي بتزود الالتهاب. طبعا يا جماعة مش محتاجين نأكد، ابعدوا عن السكر، ابعدوا عن الأكل المصنع، زيوت المهدرجة، بلاش أكل الحبوب خاصة لو عندي معدلات التهاب مرتفعة، كل ده هيفرق معانا كتير جدا. كمان من أكتر الحاجات المجانية اللي ممكن تقلل نسب الالتهاب عندنا وتساعدنا جدا هي التقريض. لو أول مرة تسمعوا عن مصطلح التقريض هتلاقوا كل التفاصيل عنه في الحلقة اللي هتظهر دلوقتي. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس، اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.